بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هلا بهذا الفيديو احنا بدنا نحكي عن شوية أسئلة. هلا بس للعلم، الدكاترة اللي بدرسوكم الآن هم دكاترة ما درسوا المادة قبل، يعني فعشان هيك الأسئلة اللي بدنا نحلها هي أسئلة للدكتور أمجد، للدكتور علياء، أو للدكتور يعقوب رشيد، ولدكتور باثولوجي كان يدرس قبل الدكتورة مها. فعشان هيك هاي الأسئلة ممكن ما تتكرر نفسها، لكن بالعادة كل الأقسام تسأل عن نفس الأفكار، فبدنا نركز فيها. هلا أول سؤال: wrong about Dura. Dura مكتوب الجواب مباشرة إنه gives valves to the sinuses. طبعا هذا الجواب أكيد غلط، لأنه sinuses has no valves. الديورة ما بتعطيني فالفز داخل الساينسز، الديورة تحتوي بين طبقاتها على ساينسز، هاي كل الفكرة، هاي كل علاقة الديورة مع الساينس. Wrong about falc cerebri, the straight sinus is formed by the union of inferior sagittal sinus and superior cerebral vein. لا، ال straight sinus يتكون من اتحاد ال inferior sagittal sinus مع ال great cerebral vein. ال great cerebral vein. فهاي نقطة كتير مهمة. Wrong about the cavernous sinus. Cavernous sinus في اللاترال وول تبعه يحتوي على الكرينيال نيرفز رقم 3 4 and all divisions of 5. طبعا هاي جملة خاطئة تماما، يحتوي على only 2 divisions of the trigeminal. شو هدول ال 2 divisions؟ اللي هم المكسيلري والأوفثالميك. Wrong about the sinuses. السؤال الرابع: have valves. نفس السؤال، نفس الخطأ اللي فوق. هي هاي الفكرة اللي بدهم الدكاترة يوصلوا لكم إياهم، إنه الساينسز ما فيهم valves. عشان هيك زي ما حكينا لما كنا نشرح بالفيديو إنه راح تصير مصايب إذا ما في valves، بتصير مصايب يعني انتقال infections. wrong about epidural hemorrhage. الإبيديورال هيموريج crescent shaped crescent shaped هيماتوما. كريسنت شيبد هيماتوما بشوفها بالسب ديورال هيموريج مش بالإبيديورال. wrong match about skull. البابليديما decreased intracranial pressure. of course not. البابليديما دليل وعلامة أساسية على الانكريز بالانتراكرينيال بريشر. حكينا كيف بيظهر عندي بسبب انه الاوبتيك نيرف يحيط فيه سب اراكينويد سبيس. داخل السب اراكينويد سبيس يوجد عندي فلويد. الهورنر سندروم هاي ناتج من اثر على السيرفايكال سمباثيتك ترانك اللي بالنك، وبصير عندي مشكله بالليفيتر بالبيبري سوبريورس اللي حكينا عنها بس ما حكينا اسمها، حكينا الهورنر سندروم. هاي هي اللي العين بصير فيها بارشل توسس. طبعا اذا كومبليت توسس حكينا هاي مشكله بالاوكيولوموتر. اوكي، سمباثيتك انرفيشن تو ذا لاكريمال جلاند جاييني من وين؟ من الديب بتروزال نيرف، والديب بتروزال نيرف جاييني من الانترنال كاروتيد بلكسس. حلو. wrong match about muscles of the eye innervation. lateral rectus يغذيها اللاكرمال نيرف. of course not. اللاكرمال نيرف هذا branch من الاوفثالميك نيرف، وانا بعرف انه الاوفثالميك نيرف ما بعطي موتور، بعطي فقط سنسوري. هاي رقم واحد. طب شو الاختيار الصحيح؟ اللاترال ريكتس بده يغذيها العصب السادس اللي هو ابديوسن. wrong about ciliary ganglion. receives preganglionic parasympathetic fibers from the branch of oculomotor nerve to the inferior rectus. الciliary preganglionic parasympathetic جايتني من branch of oculomotor اللي بغذي لي الانفيريور ريكتس. لا، طبعا لا، هو جاييني من السويريور ديفيجن اوف اوكيلوموتر مش من الانفيريور ديفيجن اوف اوكيلوموتر. الانفيريور ديفيجن هو اللي بروح للانفيريور ريكتس. هاي معلومه كتير مهمه.
wrong about central artery of the retina runs parallel to the optic nerve. Parallel to the optic nerve يعني هو موجود خارج الأوبتيك نيرف. طبعا هذا خطأ، هو موجود داخل الأوبتيك نيرف، بدخل مع الأوبتيك نيرف إلى العين. wrong match muscle of the neck nerve supply. الميلو هايويد يغذيها nerve of the second pharyngeal artery. نطلع شوي شو النيرف لا السكند فارنجيال ارتش. طبعا السكند فارنجيال ارتش يغذيه الفيشل نيرف، بالتالي هاي جملة اكيد غلط. طبعا انتو وانا قاعد بشرح انتو عادي بتبعتوا وبتتمسخروا، فعشان هيك يعني احنا قاعدين نطول شوي بالفيديو. wrong match muscle of the neck nerve supply. ميلو هايويد يغذيها ميلو هايويد نيرف اللي هو برانش من المانديبولر، اللي هو برانش من الترايجمنال، العصب اللي بيغذيه الفيرست فرنجيال ارتش. wrong about cervical plexus. السيرفايكال بلكسس يغذي لي ترانسفيرس سيرفايكال، السيرفايكال بلكسس بيخرج منه ترانسفيرس سيرفايكال نيرف ويؤدي الى ريفيرد بين فروم جول بلادر. اوف كورس نوت، اللي له علاقه بالريفيرد بين اوف جول بلادر هم السوبرا كلافيكولار نيرفز، نقطه كثير مهمه هاي. ديب فاشي اوف ذا نيك، الفيجاس نيرف از ان ذا فيسيرال كومبارتمنت. لا، الفيجاس نيرف موجود داخل الكاروتيد شيث مش داخل الفيسيرال كومبارتمنت. wrong about external carotid artery، موجود داخل الكاروتيد شيث. لا، موجود جوا الكاروتيد تريانجل لكن مش جوا الكاروتيد شيث. الكاروتيد شيث يحتوي فقط على common carotid artery, internal carotid artery, vagus nerve و internal jugular vein. wrong about the digastric muscle, anterior belly forms the medial boundary of the submental triangle. لا، هو بيسوي لي lateral border of submental triangle. wrong about muscular triangle in the neck, contains thyroid gland, five glands derived from the second pharyngeal cleft, from first and second pharyngeal cleft. يعني السؤال هذا بصراحة غبي جدا، لأنه أنا بعرف أنه الفارنجيال كليفت ما في structures بعطيني إياهم، الفيرس بس بعطيني الاكسترنال اوديوتريميتس، بس الاذر كليفت ما بعطوني اشي، بتسكروا بصيروا سيرفايكال ساينس وبعدين بتسكروا. سؤال غبي جدا يعني. wrong match about the middle ear, tympanic membrane is insensitive to pain. هلا الجملة هاي صحيحة وخاطئة بنفس الوقت، السبب في ذلك الجزء الداخلي من التيمبانيك ممبرين قد يكون احيانا مش دائما insensitive to pain، لكن الجزء الخارجي منه always sensitive to pain، مستحيل يحصل استثناء. النيرف in the thigh and leg نيرف in thigh and leg بيمشي بالثاي وبالليج، هو السافينس نيرف اللي هو امتداد الفيمورال نيرف او التيبيال نيرف، لانه التيبيال نيرف بكون داخل الثاي جزء من السياتيك. لكن لو انا احترت بين هدول اثنين، اوف كورس السافينس نيرف هو الجواب. نيرف سبلاي تو ماسلز اوف فيشل اكسبريشن، اوف كورس فيشل نيرف، ا ماسل ذات فليكسز اند لاترالي روتيت ذا ني. عضلات بتسوي لي فليكشن للني هم البوستيرور كومبارتمنت اوف ذا ثاي، من ضمنهم البايسبس فيموريس، السيميتندينوسس والسيميمبرينوسس والادكتور ماجنس الهامسترينج بارت. هلا الفكره تبعتي انه السيميمبرينوس السيميتندينوسس كمان بتسوي لي ميديا روتيشن، الادكتور ماجنس ما بتحرك الني بالمره، بضل وحده بس اللي هي البايسبس فيموريس بتسوي لي اللاترال روتيشن. right combination about the lower limb, tibial nerve و البلانتارس. طبعا البلانتارس احد عضلات السوبرفيشال جروب اوف posterior compartment of the leg، فاكيد الكومبينيشن هاد صح. العضله اللي بتسوي لي انلوك للني جوينت هي البوبليتيس. هذا السؤال ضروري جدا نكون
عارفينه. wrong about muscles of mastication innervated by maxillary nerve. حكينا قبل شوي الترايجمينال ثلاث أجزاء of thalamic maxillary mandibular. الوحيد اللي فيه موتور هو المانديبولر فقط. wrong about atlanto-occipital joint rotation of the head happens at it. طبعا السؤال هذا خطأ. اتلانتو اوكسيبيتال جوينت بس بيسوي لي فليكشن واكستنشن فقط. الروتيشن بيحصل على الاتلانتو اكزيال جوينت. رونج اباوت فيرتبرال كولوم لاترال ديفيشن بسميه كيفوسز. لا اللاترال ديفيجن اسمه ديفيشن اسمه سكوليوسز. ليجامنتم فليفم از لوكيتد بتوين ذا لامينا هو بربط بتوين اللامني اوف تو adjacent vertebra. Wrong match about the vertebral column. Hangman fracture. Dens doesn't move. بالعكس الhangman fracture انه الدنس او الodontoid process تبعت الاكسس راح تنفصل راح تصير تتحرك لحالها. True about motor division of nerve of the first pharyngeal arch. First pharyngeal arch حلو. Nerve of the first pharyngeal arch supplies all the muscles of the mastication. صحيح هاي الجملة صحيحة لأنه تراي المانديبولر جزء من الترايجيمينال فهي صحيحة. Wrong about the pharyngeal arch مش حاطين الجواب فما بنعرفش الاختيارات يعني. الإيستيكيان تيوب يتكون من البروكسيمال بارت of tubo tympanic recess of the first pharyngeal pouch only. هاي الجملة صحيحة. wrong about the pharyngeal pouch is the ventral wing of the third pouch بيسوي لي الثايرويد gland. هلا ال upper lip of the ال upper lip forms from المكزيلري والانترمكزيلري segment مهمة جدا اللي هما الانتر ماكسيلاري سيجمنت جايات من الميديال نيزل برومننس. يونيلاترال كليفت ليب يحصل بسبب عدم اتصال بين الماكسيلاري برومننس والميديال نيزل برومننس اللي هما الانتر ماكسيلاري سيجمنت. الانتر ماكسيلاري سيجمنت انكلود مش مبين ايش اي ان بي ان سي كونترا انديكيتد فور اسبرين بيبتيك السر. اوف كورس ممنوع تعطي لمريض عنده بيبتيك السر اسبرين اكيد. Not an indication for aspirin. Reye's syndrome. طبعا Reye's syndrome هاي أحد ال adverse effects تبعت الأسبرين لما نعطيها لأطفال صغار بيحصل عنده مشاكل بالليفر. ولد عمره 8 سنوات with toothache and viral infection. Drug of choice acetaminophen. ممنوع تعطيه NSAIDs لأنه ممكن يسبب لي Reye's syndrome. True about COX-2 inhibitors have similar anti-inflammatory effects to NSAIDs. صحيحة نفس الانتي-inflammatory effects مع side effects أقل لكن ما عنده قدرات انه يشتغل على البليتلتس. نقطة كتير مهمة. True about the action of NSAIDs مش مبيني ايش الاختيارات. COX-2 inhibitor روفلوكسيسيب اي اشي فيك كوكسي سب هاي بكون كوكس 2 انهيبيتر. given with aspirin to prevent peptic ulcer prostaglandin analog. هلا ميزوبروستول مش كتير احنا بنعطي احنا بدنا نعطي اسبرين بالعاده بنعطيه مع بي بي اي احسن مما اننا نعطيه مع ميزوبروستول. سكسا ميثونيوم هذا depolarizing agent it is the only depolarizing agent used until today. ميفاكيوريوم metabolized by plasma cholinesterase ويطول الاكشن تبعه بالرينال فيلر هذا مادة ميد. بانكرونيوم هو الفيرست ستيرويد بيزد دراج
اتراكوريوم، كل هدول كانوا ميد بالفارما. True about refractory period in HNLs are closed and not capable of opening. مش كل الrefractory period، فقط الabsolute refractory period. Last happen in stimulation contraction coupling activation of troponin C. طبعا بنتذكر الخطوات، اول اشي الaction potential بتوصل تفتح لي T-tubules، T-tubules بتفتح لي sarcoplasmic reticulum، بيطلع عندي كالسيوم، الكالسيوم بروح بيرتبط على التروبونين سي، بزيح التروبونين سي عشان يسمح بتواصل الأكتين والمايوسين. الموتور يونت هي مجموعة من الخلايا العصبية العضلية التي innervated by a single nerve fiber. Retinoblastoma mutation بشوفه بالosteosarcoma. Wrong about osteoarthritis ankylosis. هلا معنى كلمة انكيلوزز التصاق. هلا في العادة الالتصاق ناتج من انفلاميشن، الاوستيوارثرايتس نوت انفلاميشن، مش انفلاميشن، فعشان هيك صعب جدا اني الاقي فيه التصاق. البون سيست فايبروس فايبروسز اند هيموريج، هاي بنسميها براون تيومر، هاي صفة من صفات الهايبر باراثايرويدزم. انفولوكرام بشوفه بالكرونيك اوستيومايلايتس، نقطة كتير مهمة. هلا براكتيكال، هلا اخر اسئلة، اسئلة المايكرو بدناش نقرأهم. النيرف سبلاي تو ذا ماسلز اتاتش تو ذس، كان مأشر لي على الايليك فوسا، نيرف الفيمورال ماسل اتاتش تو ذس ريجن اللي هو اللور ميديال بارت اوف ذا كوادرانجولار ريجن اوف ايسكيال تيوبروزيتي السيميتندينوسس. ما راح نطول كتير على براكتيكال لانه بصراحة يعني دكاترة مختلفين، فمش راح نطلع عليهم كتير. نشوف هاي الاسئلة. اوكي، هلا الاناتومي تبعت الدكتور امجد. نطلع الآن على أسئلة للدكتور أمجد، كثير بإذن الله يعني يا رب تكون قريب شوي من أسئلة الدكتورة هبة. structures اللي بمروا بالانيولس of Zen، شو structures اللي بمروا بالانيولس of Zen؟ أول إشي عندي الأوكيلوموتر اللي هم السوبيرير والإنفيرير ديفيجنز تبعونه، النيزوسيليري نيرف، أبديوسنت نيرف، والأوبتيك نيرف. بارشل توسز حكينا، هذا مثل الهورنر سيندروم، سببه أثر على السمباثيتك إنرفيشن للسوبيرير تارسل مصل. wrong about بابليديما due to injury of central retinal artery. لا of course not، البابليديما بينتج من الارتفاع في ضغط الجمجمة. wrong with regard to long ciliary nerve يحتوي على sympathetic fibers to sphincter papillae muscles. The fourth cranial nerve بمر lateral to the cavernous sinus، هذا حكينا عنه وإحنا بنشرح إنه بمر باللاترال wall of cavernous sinus مش lateral to the cavernous sinus. المسكولار كومبارتمنت يحتوي على spinal nerves. المسكولار كومبارتمنت لو طلعنا عليها ما بنلاقي فيها يعني spinal nerves، صعب نلاقي فيها spinal nerves، مش عارف ليش حاطين هذا الإجابة. wrong about muscles of mastication supplied by maxillary nerves، سؤال متكرر معي. wrong about external carotid artery موجود داخل carotid sheath، برضو متكرر معي السؤال. mismatch ventral wing of third pharyngeal pouch بيطلع منها thyroid gland، هذا برضو متكرر معي. dorsal part of first cleft give rise to external odiotrimiatus. احنا الدكتورة هبة ما فصلت زي ما كان الدكتور أمجد يفصل، بس حكيت ان first cleft بعطيني external odiotrimiatus. two medial nasal prominences and the two maxillary prominences the upper lip، هاي صفة لل upper lip. wrong about muscular triangle anterior border
is supplied by spinal accessory nerve. لا هو ال posterior border. ال posterior border إله علاقة مع sternocleidomastoid. The auditory ossicles formed by the first and second pharyngeal arches. صحيح من الريختر والميكلز cartilages. Wrong about the cartilages of the larynx. مكونات من the fourth and fifth pharyngeal arches. خاطئة من the fourth and sixth. The posterior border of submandibular triangle. Supplied by the nerve of the second pharyngeal arch. Posterior border of the submandibular triangle هو نفسه posterior digastric وفعلا يغذيها posterior branch of facial nerve. فارما مش يعني مش كتير مهمة يعني بصراحة أنا كتير بعتذر منكم بس هاي الأسئلة اللي إحنا لقيناها يعني دكاترة مختلفين بس على الأقل إحنا شفنا فكرة كيف الأسئلة ممكن تيجي. أتمنى لكم التوفيق.